مرحبا، حلقتنا اليوم من سلطة محلية جديدة مثل ما عودناكم، بلدي لبنانية بقلب قضاء الكورة، واحدة من التقسيمات الإدارية بمحافظة لبنان الشمالي. عم طلع عليكم من ددة. ددة هي بلدة العيش المشترك، العلم والمعرفة والتراث. فلتواصل الكورة بطرابلس، موقع رائع وبطلع البحر. بكل حلقة عم نفوت على قلب البلدية وبحوار شيق مع رؤساء البلديات، أنا وأنتو عم نتعرف سوا على مشاكل البلدية، مشاريع مخططات المستقبلية يلي بتخليها تزدهر أكتر، خصوصاً أنه البلديات هي السلطة الأقرب للمجتمع والناس. كملوا معي لنتعرف سوا على ددة. مشاهدينا على KPN ومستمعينا على إذاعة دريم أف أم، ضيف حلقة اليوم من برنامج السلطة المحلية رئيس بلدية ددة الأستاذ توني الحيلاني. ددة بالنسبة لي ضيعتي، حبيب خلقت فيها وتربيت فيها وذكرياتي موجودة كلها فيها، وكان من أحلى الذكريات الحراش اللي بنروح عليها والصيد شو ما بدك ذكريات، ملتقى الأحبة كانت عندنا ددة وطلطها ومنظرها على البحر. ددة بالنسبة لي هي روحي ومكاني وحياتي وكل شيء. رئيس أهلا وسهلا فيك بحلقة اليوم. أهلا وسهلا فيك عندك. بداية خلينا نحكي عن الأبنية المتصدعة. أثارت مسألة الزلازل والهزات مؤخرا القلق بشأن الأبنية المتصدعة بلبنان. في أبنية كتير غير مؤهلة أنها تنسكن بالأيام العادية، فما بالنا بالأثناء الحوادث الاستثنائية. سكان هيدي الأبنية عم يعيشوا قلق ورعب عند أي هزة بتصير أنه ينزل السقف عليهم. كيف تعاملت بلدية ددة مع وجود حل لهيدي الأبنية؟ أهلا وسهلا فيكم بضيعتكم. بالنسبة للبلدية ددة للموضوع هذا الزلازل، من أول يوم أخذت قرار بالكشف على الأبنية المتصدعة وحطيت بيان على صفحة البلدية أي بيت فيه تصدعات، ظهرت فيه تصدعات أو مشاكل خلال هالزلزال اللي صار، يبلغ البلدية بصور وبرقم العقار ورقم تليفونه. بقى جينا حوالي 20-30 بين 20-22 بيت متصدعين على قولن هني انه تصدعوا من الزلازل. في منهم بعتقد انا كان قديم زاد شوي، ولكن اخذناهم وثقناهم وبعتناهم للجنة الاغاثة للطوارئ، لجنة الطوارئ للبت فيهم وبعت الكشف عليهم وساعدتهم. كنا من السباقين بهالموضوع هذا بالنسبة للضائع. بعد الأزمة الاقتصادية يعني عم يمرق فيها لبنان، مثل ما بنعرف أنه كل البلديات بطلت معتمدة على المستحقات اللي بتجي من الدولة يلي أصلاً ما أنا كافية لتغطية مصاريف البلدية. اليوم كيف عم يتم تأمين التمويل لحاجات بلدية ددة من رواتب مصاريف وللخدمات يعني اللي بتقدموها؟ الحقيقة هي مشكلة كبيرة. البلديات بهالأيام صار شغلها شغلي لم النفايات وشوية إنارة ونظافة وما نظافة وأجار الموظفين. بالحقيقة نحن مصاري من الدولة ما عم بيجينا شيء، متكلين على الرخص وعلى التسويات البناء اللي عم بتصير، هي شوي اللي عم تخلينا نقف على إجرينا. وأكتر من برا ما عم يجينا شيء، مساعدات من المغتربين كمان ما عم يجينا شيء لددة. فنحن مضطرين ان نسير الوضع ونمشي عدنا تقريبا، والحمد لله لحد الحين مشيين امورنا على صعيد ضبضبة الوضع بالضيعة. مغتربين البلدي ما عم يساهموا بشيء؟ المغتربين البلدي اسه لحد هلا لا ابدا، ما جينا شيء بالنسبه للمساعدات للضيعة. بوقت كورونا طلبنا المساعده كمان ما اجينا شيء من برا، عدة مصايب مرقت على الضيعة ما جينا المساعدات. هلأ أكتر شيء متكلين على التسويات، على رخص البناء، بتصير أمورنا الحياتية اليومية للمواطن بالضيعة. مشكلة النفايات عانت منها أغلب البلدات وخصوصي بالكورة.
هل عانت بلدية ضدي من هالمشكلة وكيف تم معالجتها من قبل البلدية؟ يعني في مناطق كنا نقطع فيها ضياع، الزبالة كانت على الطرقات، كيف مرقتوا فيها؟ يعني أنت وصفت القصة بالصميم، يعني هي مشكلة، هي مشكلة. البلديات بهالأيام ما بقى فيها عم تعمل مشاريع انمائية للضيعة، أكثر شيء عم بياخد من قدامها هي النفايات. هلا نحن بددي عنا مطمر صغير، عملنا مطمر بكب فيه النفايات وبنطمرهم. هلا عم نحاول، المشكلة مشكلة موجودة وهي مصاريفها كتيرة. يعني إذا بدي أقول لك لم الزبالة بالنفايات بددي بيكلفني $1,500 ما بيقبل يقبضن على اللبناني إلا بوقت اللي بتقضيهم كنا جمعناهم، والتمر عم بيكلفني نفس القيمة. يعني عندي مصاريف شهرية تقريبا $3,000 بس للزبالة ولما النفايات تضل دعتي نضيفة ومش حالة. هلأ في موضوع كان بيقدر يخفف علي المشكلة، هو انه وعي الشعب عندنا بالضيعة. إسا الوعي المضبوط بالفرز، قصة الفرز وما الفرز، الشعب ما تأقلم، يعني ما عم بيطبقها، مع انه جاتنا من الجهات المانحة مستوعبات ومساعدات. هلأ جاينا كمان بيك اب وجاينا كم شيء من برا. نقدر نحن على مسؤوليتنا الشخصية بطل نلزم حدا، بدنا نجيب شوفير ونحط عليه تنقدر نستمر، لأنه المصاريف بنا موجودة بالبلدية، عم اتفق مع اللي عم بيلمز النفايات بالبلدية على الدولار، بيقبل معنا ندفع له، بس يصيروا معنا ندفع له على سعر السوق اللي موجود. لهالسبب سينا مستمرين بلم النفايات لحد ما الله يفرج علينا بيصير معنا مصاري. ومن المفروض انه العالم تبلش شوي تتعود على قصة الفرز لانه بتحل جزء من المشكلة. يعني نحن بلشنا بالدعايات، بلشنا ننزل على صفحة البلدية التوعية واستبدال المستوعبات بمستوعبات زرق وحمر، هذا للفرز وهذا. ولا انتو فيتي على البلدية بتلاحظي في عنا تبع الـ USA تبع الحمر فرز. انا كنت موزعن على كل الضيعة وعاملين حملة توعية انه مشان الفرز وما الفرز. الظاهر ما حدا التزم، تقريبا شي 10-20 ما في 10% ملتزم بالقصة. صار عم يحطوا فيها كل شيء، كل شيء. وصار الغريب اجر الغريب اللي عم تجي على الضيعة صار عم بتكب من الشبابيك عليهم، يعني صار عم بيكبوا حوالي المستوعبات. في اجر كتير غريب عم تكب عنا بالضيعة، فاضطريت اني شيلهم، شلتهم وحطيتهم قدام هون أقوم بحملة توعية بالضيعة إسا مرة تاني ويرجع حطهم على الطرقات. عم بحاول قدر المستطاع أني قدر ضبضب هالموضوع، ولكن ما بعرف أنه حال المعيشي صعب شوي، بس الأكل والنفايات عم بتزيد ما عم بعرف ليش نين عم بيزيدوا هالعالم كيف ما بعرف. عندنا مشكلة فعلا، عندنا مشكلة كبيرة بالنفايات بس الحمد لله بددي، الحمد لله بددي، ولا يوم حس ابن ضدي انه نفاياته مسطوطين على الطريق او حس بأزمة النفايات. يمكن هني اهل البلدي ما بيكبوا على الطريق، بس يمكن الشخص اللي جاي من برا هو طبعا هيك هني هودي. هي هذه المشكلة تقريبا بكل البلدات. هني هو هذا المزبوط، هذا المزبوط، لانه عنا نحن مدارس ثانويات ومدارس بضاعة فيها غربية كتير. بيجي الواحد بيوصل ابنه على المدرسة وبزت الكيس الزبالي عنا وبدله رايح، يمكن بيجيبوا من البيت. ايه عم يجيبوا بزتوا. وضعنا مش، بس الحمد لله لحد هلا سينا مستمرين بلم النفايات بالضيعة، وسينا قايمين باللحمة النايمة مثل ما بيقولوا. لأنه في شيء لازم تعمله الدولة الحقيقة، إنه كل شيء يد عاملة غلي. لم النفايات سينا عم بقول لك عم ندفع بالدولار بالسعر اللي بسعر السوق. يعني اليوم اللي بتكون تروح بيقول له ما بقى حدا يلملك نفايات، صح ما بقى في شيء بقى. شو عم والسنه بالدوله بناخذ براءه ذمه ورقه ب 5000 وب 20000، ما بنقدر نقول له للواحد انه عليك 20000. او تصور الواحد عم يجي عم يدفع قيمه تاجيريه 45000 بالسنه عشقته، هذا اذا جا دفع. في عندك نسبة 30% بس عم يدفعوا بددي، إذا جمعوا كلهم دفعوا $0.5 بالسنة
عم بيدفعوا قيمة تأجير. بقى بدنا قرار من الدولة، قرار من الداخلية انه نعلي رسوم ورقة براءة الذمة القيمة التأجيرية. شو بده انه كل شغلة اصلا ما بقى، ونحن ما بنقدر نعطي وصل غير اذا ما جاء في قرار في انه علو. هيدي مشكلة كبيرة عم نقع فيها، والدولة هملتنا تركينا على هملتنا بالمرة. ما عم نقدر. رح نحكي شوي عن الأمن. حصلت بالآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة، كان بلبنان وبالكورة خصوصي، يعني تشليح الطرقات يعني يوقفوا العالم بالليل بالطرقات الفرعية، خصوصا أنه مرقت فترة انعدمت الإنارة بالشوارع والطرقات، يعني لا كهرباء ولا طاقة شمسية ولا شيء. شو الخطة يلي وضعتها البلدية لحماية أهالي البلدة من عمليات السرقة؟ أول شغلة عملناها أنه اللي مطلع ديليفري بيتزا وهيك ممنوع حدا يسرقه. هي صارت عملية يعني ديليفري. الحقيقة بالنسبة للأمن بددي أنا عندي شرطة مقسمهم قسمين، قسم اشتغل من الصبح للساعة 4، في عندنا دوريات من 4 لل 11 12، وفي بعض الأشخاص بدلوا سهراني تبع المولدات، وهدين بدلوا ناس بدلوا سهراني. هودي اللي بدلوا سهراني من بعد هذا الوقت عم بيبلغوا أي شيء بيصير. هو السرقات اللي عم تصير عندنا أكتر شيء، قولي مدل عندنا شرايط كهرباء يسرقوها، سرقوها كلها وجانا ركبناه هون وما طلعوا، يبقى بالقدي قطش كابل الكهرباء تبع قدي شقاله يطلع يصلح. هلا بقولك قبل ما أطلع صلح عندك 400 متر بدك تدفع لي هالقد مبلغ تأطلع ركب لك هون، ما بتطلع منه. ونحن مضطرين ندفع معهم حق ونجارك. سرقة الكابلات هلأ صاروا كلهم ألمنيوم، بعتقد خفت السرقة لأنه ما بقى فيه، ما بقى يستفيد منهم بشي. سرقة بيوت، السرقة إنه قصة هيدا موتور صغير سرقوا من هون، هيدا جرة غاز عم بيسرقوا، هيدا شيء بسيط جدا. ولكن على صعيد شيء كبير ما صار سرقات كتيرة، بس صار عنا سرقة مهمة. ايه في دكتورة عنا سرقت جاي بالتعويضة وجاي فاتوا عليها بالليل وسرقوا للبيت، صار شوية سرقات من برا يعني راصدين أو لحقنا الظاهر هيك عنا. بس ولكن للأمن تقريبا الحمد لله الحمد لله ماشي الحال، لحد هلأ ماشي الحال كله تمام. هل سكرتوا مداخل أو طرقات فرعية؟ لا هيدي قصة كورونا، كان كورونا جربنا عملنا نسكر مشان الكورونا، ما الكورونا بوقتها، انما هلا لا ما في تسكير، ما سكرنا حدا ابدا. ما بتشوف انه في ضروره تسكير الطرقات الفرعيه؟ بالنسبه لددي طريق تواصل بين كل الضيع، يعني اللي طالع من طرابلس على في على ضيع جو بده يمر بددي، ما فيني سكره. الطرق الفرعيه من الصعب جدا انها تسكر، يعني تسكر على حاله يعني ما بعرف كيف. بس كأمن بيددي فيها ناس غربية كتير، يعني اللي ساكنين بيددي غير اللاجئين السوريين، غير اللاجئين السوريين عنا قد سكان ددي بيددي. هذا اللي عم بحكيك عنه. عنا الشفق تبع الحريري كله سوا عندك حدود 300-400 ألف متر، ما في بتلاقي واحد من ددي معمر فيه من برا، كلهم فيلل من برا، كلهم بيطلعوا من تحت. احلى شفق عنا ايه، كلهم غربيه. تاني شغله عندك قصه الاكثر طايعه بالكوره فيها لاجئين سوريين هي ددي، هي موضوع رح نحكي عنه هلا. انه في غربيه كتير وفي سرقات بسيطه، بس الشرطه البلديه كافيه لحتى يعني تحمي البلده آمنة؟ الحقيقة لا أنا اللي شايفه أنه في بعض الأشخاص صار عندهم مثل حماية شخصية ذاتية، يعني مثلا المولدات الكهرباء بعتقد هني صاروا عم بيحرصوا حالهم هودين، يعني ما بيكفوا لا. وبعدين صارت معنا مشكلة صغيرة، ده مواطن بددي أنه عم بينسرق في حرامية بقلب البيت وهودني قاعدين بالبيت، دقوا لشرطي، طلع الشرطي لعندهم كمش الحرامي ضربه كف نزل دم من خيره
وسلمنا للمخفر. وإذ نتفاجأ الساعة 12 ريس بدنا الشرطة تنزل على السرايا. تصور لحد وين طلبوا الشرطة نزلت على السرايا. دلينا الزلمة طلع متشكى علينا لحرامي لأنه ضاربينه منزلوا دم. دلينا للساعة 11 بالليل قدرنا طلعنا الشرطة من السرايا. يعني هو والزلمة مدد والزلمة مبسوط وقاعد بالمستشفى مرتاح وطلع تاني يوم ما عم بيقولوا شيء. يعني الشرطي صار عنده شوي من يعني لا عنده صلاحية. إذا ضرب واحد عم بينحبس صار صح. إذا وقف واحد صار عنده مشكلة. يعني الشرطي هو ما بقى شخصيا ما بقى حابب يعطي من كل قلبه لأنه منه مقدر شغله أصلا. ما في حدا حامي ما في حدا حامي. هلا متفقين هودي كان عندهم دورة بأميون المعكي والأمن الداخلي واجت التعليمات انه بشكل اوكي انت فيك تحرس ضيعتك فيك تحط شرطه تحرس ولكن المرجعيه بس عليك تبلغ. طب بس ما بين ما يبلغ فيك توقفي فيك توقفي فيك توقفي وتطلب الدرك يجوا ياخذوه. والدرك مش رح يطلع بال $100 يعني طيب يطلع بده بنزين ما طلع بنزين. يعني موضوعنا يعني كله مترابط ببعضه صار وكله كله بيدور حول الدولار والمصاري كله مترابط ببعضه. ولكن الحمد لله عندنا المعنويات كتير قوية بالضيعة. في أمن في محبة في محبة. نحن بلدية ضدي هي جامعة الكل وفي محبة بين الشعب بين بعضهم. ما بيخلى الأمر من واحد ثالث من هون واحد ثالث من هون. بس الحمد لله الحمد لله المحبة موجودة والأمن بالمبدأ موجود مستتب عقلتك. والسرقة عم تجينا من برا يعني مش من أهل الضيعة. صح بيجوا من مناطق بعيدة حتى يعني. ايه مش من الضيعة. كنا عم نحكي عن النازحين واللاجئين وجود النازحين والعمال السوريين بالبلدة. خبرنا شوي عن هالوضع وهل في مشاكل بيصير مشاكل مثلا سببها اللاجئين السوريين؟ صار في مشكل وراح قتيل بيددي باللاجئين بيددي اللاجئين عندنا مشكلة معهم من زمان وجاي. مش معهم بس لاجئين كانوا قاعدين بمبنى معين اسمه الواحة مثلا قاعد بالواحة. اللي قاعدين بالواحة كانوا عدد معين 100 عائلة مثلا 200 عائلة. هال100 عائلة جابوا 100 تانين قاعدون على الطريق العام على الطريق طريق الإفراز وعملوا خيام الأمم. أخذنا قرار نحن أخذنا قرار البلدية إنه بإزالتهم. ما في كان تجاوب كان في بالعكس ممنوع تشيل صيبتك وتحطها على غيرك. طيب هودي الجماعة فاتوا 100 صاروا 400. أنا عندي 4000 لاجئ سوري بددي. عندي 4-5 مجمعات لألهم. بتنزلي من هون على مثلا انت رايحه على المدرسه على الجامعه البلمان نازلين على الطريق الاولاد الصغار اولاد صغار على الطرقات 100 مره صارت حوادث. اجلك المجارير على الطريق نحاولنا نساعدهم مره بالجمعه نسحب بالجوار ولكن ما بقى فينا نحن ما عندنا مستطاع. صارت الأمم والجمعيات بدأت تركز عليهم بالمساعدات للضيعة. أنا شخصيا طلبوا مني أن يعملوا محطة تكرير ومشان ما يمتزلوا يعني رفضت. لأنه هن الأولوية. رفضت لأنه أنا ما لح أقبل يثبتوا لي إياهم بضيعتي. ما لح أقبل بجمعية جيت تهتم فيهم بقلب ضيعتي وهن عم يسببوا لي مشاكل بزيادة النفايات. لك بالاكل والشرب ربطة خبز ما بقى تلاقي بالضيعه بتجي اذا طولت الى الساعه 12 ما بقى في ربطة خبز بالمحلات بكل شيء ياخذوا من درب ابن ضيعته. ما رفضت انه يا بك تعمل شيء يستفيد منه الكل صحيح يا ما بدي. ولا انا ما جاي تثبتهم انا بدي انظمهم. نحن مش ضدهم ما بنكرههم بس ما بدنا الاذى كمان للدوله ضيعتي من وراهم. بس انتم ما فيكم تاخذوا القرار انه يطلعوا من مثلا في احدى البلدات بصغرتها بيفوت بيخلص شغله وبيطلع ما في سكن ما في
يعني بعد ما صار جريمة قتل وضع في يعني فيها البلدات تاخذ قرار انه ما تستقبل سورية عندها. وضعنا وضع خاصة بلدية جدي هي مشتركة، وضع غير وضع اي ضيعة اللي كان، يعني بمعنى متعددة الطوائف ومعدد الانماط، يعني فيها قصة كتير بياخدوها على منحة، هني بياخدوها. انا ما عم بحكي بشكل بس انا بحكي انا عم بقول لك بالنسبة لنا اذا نحن جينا تنضبط الموضوع وما نخليهم يقعدوا على الطرقات، اجت الامم حطت لهم خيام امم على الطريق، وهيدا خط احمر ممنوع حدا يقرب عليهم، انه دولة عم تحاربك هيدا بكل القصة، يعني دولة عم تحاربك، هني عبء علينا كتير، عبء على ددي بشكل ما تتصوري. يعني ما يعني اذا بدي اخذ مثلا وقف الموتوسيكلات بالليل ما قدرت، بيجي واحد عم بيبكي ما بدي اخذ دواء لبنتي، بتحطت بنته وحطت 7-8 ورا وجاي صرنا نعمل مشاكل. هذا بيعملوا مشاكل لحالهم هيك، انه حوادث على الموتوسيكل مثلا كذا شخص، يعني هذا منه فعلا ددي من اصعب الضياع الموجوده بالكوره اللي عم تعاني من اللاجئين السوريين. نحن ما بنكرههم، بنحبهم، بنحطهم اكيد ما حدا بيكرههم، بس كمان في بقلبنا بس عم بيسببوا ضرر كتير كبير. يعني انا كنت لم 2 طن طردي 2 طن بالنهار نفايات، عم بلم 4 دوبل من ورا مين؟ من ورا الغربي اللي جايين ومن ورا اللاجئين السوريين، ولكن التهذيب يعني ما عندهم هيك التهذيب اللي مثلا بنرمي النفايات. إذا أنت عم تكب ما بيجيوا يكبوا بكيس مثلا مرتب بيحطوا بيعملوا، بالعكس كيس الخبز بيكبوه بيفضوه بيرجعوا بياخدوه. يعني بدهم توعية كتير، بدنا مساعدة ما بعرف كيف ربانية لحل، حبدهم حل جذري، يعني بدهم حل جذري، بس الحل الجذري ما بيصير عن طريق البلديات، بدون قرار سياسي من الدولة وبمساعدة البلدية. نحن الإنسان اللي جاي مستأجر وقعده وعيلته وعم يتعلم هون وصاروا زمان هون ما نضده. إذا إنسان كان كده لأنه كمان مش الحل أنه يعني يطلعوا برا البلدي، بس أنه تكون مثلا سلوكهم أو تصرفاتهم. بعطيكي مثال بسيط، بارح جاني تليفون من ناس محترمين بفضل حكايتهم هيك كويسين متعلمين وفاهمين غرب دكاترة، يعني قال الرئيس الله يرضى عليك بدنا منك طلب ممكن تخدمنا فيه، انتوا شو بدكم؟ قال هالسوريين بالواحة قاعدين بالطريق بنص الطريق الفرعية وعاملين سهرة نار، بدنا نفوت على بيتنا ما عم نقدر نفوت. ما عم نقدر نفوت، كل يوم هيدي عم تصير، بجمعوا بعضهم بنص الطريق فرعية بتفوت على بيتهم، بس ما عم نقدر نفوت على البيت، عم بيعملوا سيارة، شو بتعملي؟ بعتنا الشرطة عليهم، قال ايه تكرم عينك تاني يوم رجع. عندنا مشكلة، هي عم قلك المشكلة بالسلوك مش بانه هن يطلعوا، هن عم بتوعي ثقافة الثقافة في تقصير. طيب ختاما رح انتقل من المشاكل، رح احكي شوي عن النشاطات. ليش ما في نشاطات بددة مثل باقي البلدات القرانية خصوصا بفصل الصيف، وهل في مخططات مستقبلية لهالموضوع لإنعاش البلدة؟ أو شي مين قال لك إنه ما في نشاطات؟ يعني متمنى، يعني عم بحكي أنا عن نشاطات كبيرة مثلا مهرجانات هيك أشياء. إيه هلا أكيد في كل بلدة فيها نشاطات، بس عم بحكي عن النشاطات الكبيرة مثلا. إيه على راسي، بس بددة كنا نعمل، مش انه ما كنا نعمل، لا عملنا كذا نشاط، عملنا كذا دورة. كان عندنا نشاطات نعملها بالجنينة تحت، عندنا جنينة كتير حلوة بس سرقوها كمان. بعد نحن من سرقنا، بس سرقوها جنينة كانت بتجنن، إنارة للأطفال ويلعبوا ويتسلوا فيها، حتى كانت ملجأ للعرسان اللي ما عنده محل يعمل عرس، نقول له نزال عمال عرس فيها ونعطيك دو 500
نعطيها كادو وتنزل تعمل اعراس فيها، حصل كذا عرس. بس سوء الحظ فرعت هلا شوي. مهم النشاطات بالضيعه، في نشاطات بسيطه بس ثقافيه اكثر من توعيه ثقافيه، مش نشاطات ترفيهيه. نشاطات ترفيهيه ما في بالضيعه، وما عندي كمان امكانيه وما عندي محل، ما عندي بدي هيدي البلديه هي بس، ما في عندي غير، ما في عندنا بسموه ارض مثلا لنا او نادي او يعني ما عندنا نوادي، ما عندنا جمعيات، ما عندنا شيء نقدر نحن نتصرف فيها. هلا بيصير نشاطات على صعيد الجمعيات اللي بالضيعة مثل ثقافية، لجنة ثقافية عندنا بالضيعة، جمعية الثقافة، وعندنا جمعية العين، وعندنا جمعية النساء، وعندنا الحركة الأرثوذكسية. هاودي كل واحد منهم عم بيعمل نشاطاته، ولكن خارج عن نطاق البلدية، لأنه حقيقة البلدية ما عندها إمكانية تكون بهالشيء هذا، وما عندنا الإمكانية أبدا. يلا أمل إن شاء الله بتصير بتتوسع النشاطات وبتحسن وضع البلد أصلا لتصير هيدا الأساس يعني. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. رئيس أنا استمتعت كثير بالحوار معك، إن شاء الله أنت تكون انبسطت بالحلقة. أنا بدي أتشكرك كثير على استضافتك لألنا. بدك أهلا وسهلا فيكم، صحيح أنه فتحتوا لنا جروحاتنا، بس بيسوى أن نضوي على القصص والمشاكل تبع البلديات اللي عم بتصير. فأهلا وسهلا فيكم بضيعتكم ومحبيكم كمان. شكرا لألنا. أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا لهم بتكون خلصت حلقة اليوم من برنامج السلطة المحلية. بلاقيكم أنا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بلدية جديدة. إلى اللقاء.